2008 في لقاء الفريقين عام 74 بعد سنوات طويلة يأتي وخطير فرصة هدف ثاني. نعم صاحب القميص رقم 8 موبكابيلو لكن ماركيزيو يسجل الآن والطليان الطليان الطليان الكرة الماضية تناقلوها وكان المرور بعد ذلك لمارتيني العرضية مثالية المتابعة من الشعراوي المتابعة الأخيرة كانت بقدم هذه لعبة ما في تسلل هل كانت الكرة خارج الخط ما مرت ما لا الكرة لا زالت داخل الملعب وبالتالي